بالرغم من كل التهجير والمآسي، الثورة لا تموت، المقاومة لا تموت، التحرير باقي، ونحن سائرون بإذنه تعالى بالرغم من كل التحديات، نحن مستمرون إلى أن نحقق حلم الدولة الفلسطينية وعودة الفلسطينيين إلى فلسطين وتعاون الشعوب الحرة معنا ومع قضيتنا المباركة. نعم. طيب أبونا، هل الهدف الإسرائيلي ممكن أن يتحقق، وخصوصا أنه بهذه الضربة على رفح تحديدا يعني عم بيرسخوا فكرة تهجير الفلسطينيين، يعني هيدي آخر نقطة ممكن يرجعوا يخلون ينزحوا فيها أكثر، فهل ممكن أن تطبق هذه المكيدة الإسرائيلية بالمرحلة المقبلة؟ يعني إذا حدث ذلك ستكون مجزرة وستكون حرب إبادة عرقية عنصرية يرى العالم من خلالها وحشية هذا العدو، وأن الحق بإذن الله تعالى سينتصر يوما من الأيام. أما بالنسبة لنا كشعب فلسطيني، نحن معروفون أننا من شعب الجبارين، وأننا شعب لا يستسلم، وشعب يتكل على الله، ويتكل أيضا على مشيئة الشعب في تقرير المصير في القرار الحر السيد المستقل. ونحن أيضا نؤمن بجمع لم شمل كل الفلسطينيين، أن نكون شعبا واحدا، مقاومة واحدة في الداخل وفي الشتات، الفلسطيني فلسطيني أينما كان. أما بالنسبة لمجازر رفح، أنا بعرف أنه إحنا اليوم قلوبنا بتبكي على ما نراه وما نشاهده، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لأنه يعني إيش بده يعمل الواحد بهذا الظرف اللي العالم كله ساكت، معظم العرب ساكتين، الدول الغربية ساكتة، زي ما بقول إحنا يعني نشاهد وكأننا من هؤلاء المستضعفين، ولكن الله معنا. أنا بقول لك إياها مش هلأ وبكرة وبعد بكرة، إلا ما هالنوع من هالإجرام يتلاشى وينتصر الحق وتبقى فلسطين وتعود فلسطين، كل ما إحنا عندنا الإرادة والمشيئة ولا نقلع عن فلسطين. لو أخذتنا 100 سنة ومليون سنة، اللي الفاشل يتنحى واللي تعب يتنحى، أما إحنا نحن مسابرون مستمرون وعيننا على فلسطين وعلى القدس، وإن شاء الله بإذنه تعالى نصل يوما من الأيام إلى هذا الحلم ونحقق الحلم، وزهرة من زهراتنا وشبل من أشبالنا بيرفع العلم الفلسطيني فوق القدس. لا خوف أبونا، لا خوف على فلسطين طالما يعني هيدي الوحدة متجلية أمام العالم كله. حضرتك راهب مسيحي وفي داخلك أيضا إمام مسلم، يعني فعليا لا خوف على فلسطين طالما هيدي الوحدة موجودة، وطالما أيضا يعني المساندة عم تجي من الضفة ومن القدس. اليوم كيف ترى هيدي العملية اللي صارت بالقدس، وكيف تصف الحالة الفلسطينية اليوم اللي عم بيعيشوا المجاعة، عم بيعيشوا الجوع، أطفال عم بتشوفهم إنه ما عندهم لقمة يأكلوها، كيف تصف لنا هذا المشهد؟ كلما على صراخ هؤلاء المساكين والأطفال والنساء والمسنين والعجز، كلما غضبت السماء على الظالمين، ولا بد للظالم إلا سيبلى بأظلمه. وإحنا منخافش منهم، إحنا واقفين بالمرصاد، إحنا شعب الجبارين، إحنا شعب الأبطال، هن اللي بيخافوا منا، إحنا منخافش ولا منرتعب ولا مننضبع، منخوف ومنرعب ومنضبع. هذه كل عمرنا هيك، إحنا عشان هيك اسمنا فدائيين، علشان هيك اسمنا شهداء قبل الشهادة، علشان هيك اسمنا نحن نتصل بالأرض وبالشهداء أكثر من الأحياء، ولكن الشهداء أحياء عند ربهم وهم غوث لنا من علياء سماء الله تعالى. شكرا لك أبونا الأب أنطونيوس حناني، على أمل أنه كلنا نفرح بانتصار فلسطين.